فالفكرة دي بتاعت العداء بين الاشتراكية والكنيسة اللي هي سببها اشتراك الكنيسة مع الدولة في اضطهاد الطبقات الفقيرة، ده في مذهبهم يعني. طيب ده سبب الاصطدام بالاشتراكية والكنيسة، هو ده الاصطدام الاشتراكية كلها لغاية الماركسية وبعد الماركسية حتى كمان بالكنيسة، كان تعاون الكنيسة مع السلطة. يعني لو كانوا متعاونوا مع السلطة او كانت مأيداهم كانوا أيدوه بالمناسبة، انما هم عندهم طبعا موقف منها بسبب ايه؟ ما ده انت بتشوف حركات كتيرة ومفكرين كتير مش واحد بس، كلهم عندهم نفس الموقف وفي عصور مختلفة، مش عصور لدرجة عصور لان تاريخ الاشتراكية برضو ما هوش لدرجة عصور، لكن في عقود كل يقضي يعني 10 سنين مختلفة عن بعضها، فترات مختلفة عن بعضها. فهذه الفكرة العداء بين اللي هو الالحاد الايديولوجي يعني اللي عايز اقوله ده، العداء بين الاشتراكية وبين المؤسسة الدينية لما راح لألمانيا ودخل في اطار مذهب اتغير، لبس ثوبا جديدا واصبح مؤسس اكتر على فكرة ايه؟ المادية الجدلية. لان المادية الجدلية هي وظيفتها ايه في المركزية؟ انها تفسر نشأة العالم ودوران العالم وحركة الطبيعة بدون محرك خارجي، عكس ارسطو. ارسطو قال الطبيعة لازم ليها محرك خارجي، وبالمناسبة ده اقوى الادلة على وجود الله على فكرة. تعرفين الادلة على وجود الله متفاوتة في القيمة، اقواهم هو دليل ارسطو بيقول لك كل حاجة بتتغير، كل حاجة بتتغير فينا. حتى لو انت جبت مثلا القلم ده وسبته مثلا 100 سنة ممكن يكون حصل له، اكيد هيحصل له حاجه، اكيد اتغير، مش هو هينشف هيكسر هيحصل اي حاجه رغم ان هو جماد يعني. فلابد ان يكون لكل متغير مغير. فيعني ممكن اغير هذا القلم، طيب وايه اللي خلاني اعمله؟ ان انا نفسي اتغيرت فغيرت وفي حاجه غيرتني وهكذا 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 لغايه لما نوصل لحاجه بتتغير ولا تتغير، دي لا يمكن انها تكون غير اله. فجاءت الماديه الجدليه عشان تضرب هذا ايه؟ هذا الايه؟ الدليل على قوته وصموده طول هذه القرون يعني. ده قرون بنتكلم عن دخلنا في الاف السنين يعني. فقالت لا، قالت العالم بيدور، الطبيعه بتدور في نمط جدلي يعني اصح ونمط جدلي اي نعم، لكن بيدور نفسه بنفسه. ما هوش محتاج لمحرك خارجي، الماده بتاثر في الماده في ماده اخرى يعني، وبعد كده التأثير بينعكس على المادة الأولانية وهكذا، وده بشكل أزلي أبدي مش محتاج محرك خارجي. إنما هم الماركسيين اللي عملوا كده. ليه ماركس خد هذا الموقف من الكنيسة ومن السلطة الدينية؟ موقف يعتبر راديكالي يعني. ليه عمل كده؟ لأن زي ما قلنا هو حولها المذهب ده أولا، ده كان سبب المادية الجدلية تختلف عن المادية التاريخية يا جماعة عشان بس ما حدش يخلط يعني. يعني المادية الجدلية تعتبر هي الأساس الفلسفي اللي قامت عليه المادية التاريخية، فلازم نميز بين الاثنين. فمش هنخوض في ده دلوقتي، الماركس مش موضوعنا، انما هو ليه خد هذا الموقف من الكنيسة؟ لسبب ايديولوجي بس. هو شايف ان هذه المؤسسة، مش بيتكلم عن الكنيسة بس، بيتكلم عن المؤسسة الدينية بشكل عام يعني، هذه المؤسسة الدينية تضر بمصالح الناس وتؤذي الناس. الإلحاد الوجودي مختلف خالص. الإلحاد الوضع بيقول مفيش إله، والإلحاد الايديولوجي بيقول انه ضار، ضار بالتالي ضار سياسيا يعني، ضار سياسيا واجتماعيا. انما الالحاد الوجود بيقول انه ضار اخلاقيا، اخلاقي على الفرد مش على الجماعه. يعني ماركس ما يقولكش لو انت عايش لوحدك مش هيقولك ان الدين غلط عليك، لان مفيش حد يضطهدك انت اصلا عايش لوحدك، بيقولك فمفيش معنى هنا الالحاد الايديولوجي. انما هايدجر يقول لك حتى لو انت عايش لوحدك هتبقى ساعتها غير اخلاقي. انتوا شايفين الايه اتعكست ازاي؟ انا ابتديت وقلت لكم ايه؟ ان الحجه الاساسيه في الاصوليه في المساله الاخلاقيه دي، وهي حجه تشريعيه مهمه، ان العلمانيه لا يمكن تصل الى معايير موحده من جهه، ولا يمكن تصل الى الالزام الخلقي التلقائي من جهه ثانيه. الدين بيعمل كده. فجاء هايدجر وبعد كده الوجوديين وقالوا ده العكس صحيح. قالوا العكس صحيح. لأن مثلا لما ربنا يأمرك بذبح ابنك، كان كيركبور بيناقش هذه القضية وسماها يعني عمل مفهوم اسمه الإيقاف الغائي للأخلاق. يعني إبراهيم عمل توقيف للأخلاق، تعليق. تفهمين هو شايف قصة إبراهيم إزاي؟ هو شايف إن إبراهيم كان يذبح ابنه فعلا، واخد بالك؟ أي كان الابن ده مختلف عليه في المسيحية والإسلام يعني، إن هو كان يذبح ابنه فعلا. كيركيغور برغم ان هو وجودي مسيحي، وجودي المسيحيه،
شايف ان ابراهيم في هذه اللحظه اوقف الاخلاق المعايير الاخلاقيه، قال مفيش خير وشر، وقرر انه يكون المطيع لله. طب المطيع لله ده مفهوم اخلاقي؟ هل يتعلق بالعلاقه بيني وبينك؟ انت مطيع لله اوكي، انا مطيع لله او اعصف بعض يعني ايا كان، ده ملوش علاقه بيني وبينك، لان في جميع الحالات حصل في توقيف للاخلاق. بس هو كيك جول شايف انه كان ايقاف غائي لهدف، هو شايف انه ليه هدف. نتفق نختلف، لكن عليه حال الوجودين الملحدين طبعا بيختلفوا معاه تماما في هذه النقطه. ليه؟ يعني الوجودين الملحدين اختصارها بيقول الوجودين بقى دلوقتي مع استثناء الوجودين المسيحيين طبعا عشان ايه من اختصارا للوقت، يعني الوجودين ليه شايفين بقى ان الايمان ممكن يؤدي الى موقف غير اخلاقي؟ مش ممكن، ده بالضروره يؤدي لموقف غير اخلاقي. ليه شايفين كده؟ لان هم شايفين الاخلاق لازم تنبع منك انت، ما ينفعش ان يبقى في فوقيك عصايه وفي جنبك جزره بهذا الشكل، ما ينفعش ان انت تبقى مرهب ومرغب وتبقى كائن يعني زي الاطفال. في فيلسوف ملحد اسمه كي نيلسون كان بيقول ايه؟ بيقول الاخلاق الدينيه infantilizes us، infantilizes، infant ده اللي هو الطفل اللي لسه مولود الرضيع، فبتقول الاخلاق الدينيه بتحولنا الى اطفال رضع عالة على غيرنا. الطفل الرضيع ده مش بس ملوش قرار، ده ملوش حياة من غير ما يبقى فيه جسم تاني اللي هو جسم الام يعني. فهو شايف كده بيقول انفانتلايز، بتحولنا الاطفال، ده التعبير الانجليزي اللي هو استعمله يعني. فهم الوجودين طبعا دي وجهة نظرهم في هذه المسألة، دي وجهة نظرهم في الموضوع ده. من هنا علاقة الالحاد الوجودي بالاخلاق، لانه اصلا الحاد اخلاقي زي ما انا اشرت من شوية. ومن هنا اهميته في دراسة او في اطار التشريع، في مسألة التشريع يعني، في سياق أي حركة علمانية سواء هنا أو غيرها. فدي مسألة، هل الأخلاق الدينية تحل المشكلة فعلا؟ يعني الأخلاق الدينية دي اللي هي فيها الإلزام الخلقي والآمر المفارق ده هو حرام وحلال يعني، هل دي بتحل المشكلة فعلا؟ طبعا إحنا ممكن نشوف يعني باجتهادنا الخاص هنشوف في مشاكل فيها، حتى النظرية دي، النظرية الدينية في الأخلاق الدينية فيها مشاكل. أولا اختلاف تأويل النصوص الدينية، ثانيا سلطة رجال الدين بيستعملوها برضو. طب ما دي سلطة خطيرة، لما انت يكون في ايدك سلطة الزام الناس دينيا دي سلطة خطيرة. وده بالمناسبة السبب اللي انا اتخصصت فيه علشانه في اصول فقه. يعني البعض يندهش تقول طب ليه ما اختصتش في الفلسفة الوجودية طالما انت وجود يعني؟ لا، لان هو اصول فقه ده في ايده تحريك تحريك المجتمع بفتوى، فدي قوة خطيرة، قوة نووية، قوة دمار شامل.